تعليقا على الحكومة الأردنية والتي أدت اليمين الدستورية برئاسة بشر الخصاونة أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. كلف العاهل الأردني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة تضم 31 وزير، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز. تم تعيين 3 نواب لرئيس الوزراء، واحتفظ أيمن الصفدي بحقيبة الخارجية، بينما ظل محمد العسعس وزيرا للمالية. اختير أيضا السفير الأردني في القاهرة علي العايد وزيرا لشؤون الإعلام بدلا من أمجد العضايلة. عاد إلينا مرة أخرى سيد سلطان خطاب الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك أستاذ سلطان. أهلا بك. ما من وجهة نظرك ما هي أهم المهام الموكلة لحكومة السيد بشر الخصاونة؟ يعني هي نفس المهام التي كانت توكل للحكومات السابقة. الأردن يواجه مجموعة كبيرة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانتشار وباء الكورونا، وبالتالي هذه الحكومة لديها أجندات صعبة عليها أن تستكمل ما كانت بدأت الحكومة التي سبقتها. ما هي هذه الأجندات الصعبة؟ يعني ما هو حجم التحديات أستاذ سلطان؟ التحديات الاقتصادية، هناك ركود اقتصادي شديد ونسبة بطالة مرتفعة، وهناك تحديات اجتماعية نتاج للتحديات الاقتصادية، وهناك التحدي السياسي. أنت تعرف أن التحدي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ضم أراضي في الضفة الغربية 30% بما فيها أراضي شمال البحر الميت، هذا على حدود مع الأردن، يؤثر على استقرار وأمن الأردن باعتبار أن إقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني مسألة وطنية أردنية، وبالتالي الأردنيون في حالة يعني قلق شديد من أن تنفذ إسرائيل مهام الضم، وبالتالي طيب. الأردن يسعى كما تعلم، كما مصر ودول عربية أخرى تسانده، في سبيل إلغاء فكرة الضم. طيب ماذا عن الوضع الاقتصادي بالذات؟ لأنه علمنا من قبل أنه المهام الاقتصادية الموكلة لهذه الحكومة هي مهام تحظى بأهمية قصوى. نعم، البرنامج الاقتصادي أو الأجندات الاقتصادية لها الأولوية تماما، لأنك تعلم أنه نتاج لانتشار وباء الكورونا، هناك قطاعات كبيرة إما جمدت أو أغلقت أو تراجعت نسبة العمل فيها مثل قطاع السياحة وقطاعات أخرى، وبالتالي هذا ولد حالة من الركود الاقتصادي، وأيضا ولد حالة من البطالة، وهذه المسائل تحتاج إلى معالجات سريعة. الدولة عليها، الحكومة، أن تتخذ جملة من الإجراءات المتعلقة بتسيير إمكانية إيجاد رواتب من الضمان الاجتماعي أو غيره لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أو تعطلوا عنها أو جلسوا في منازلهم، سواء كانوا من القطاع العام أو القطاع الخاص. وأيضا تعطلت فرص الاستثمار التي كانت يعني إلى حد كبير الأردن كان واحد من مقاصد الاستثمار. أضف إلى ذلك أن المغتربين الأردنيين في دول الخليج والمملكة العربية السعودية أكثرهم أيضا نتاج للظروف التي سادت هناك، عادوا إلى الأردن وشكلوا أيضا إضافة إلى حالة البطالة. بعتقد أنه لدى الحكومة مهام يجب أن تكون سريعة، ويجب أن يكون في طامقمها الاقتصادي خبراء من أجل حل هذه المشاكل. نعم، يعني ما تعليقك على بقاء السيد أيمن الصفدي في وزارة الخارجية وأيضا السيد محمد العسعس وزيرا للمالية؟ الحقيقة أن الصفدي يعني شخصية نشطة، شاب يعني يبذل جهود كبيرة، يثق به جلالة الملك، ويتمتع بعلاقات طيبة مع زملائه وزراء الخارجية العرب، وهو رجل موضوعي عملي يعني، وبالتالي كفاءته جعلته يبقى في هذا التشكيل الجديد، سيما وأن الصفدي على علاقة طيبة مع بشر الخصاونة الذي شكل الحكومة. حين كان الصفدي وزيرا للخارجية كان بشر الخصاونة سفيرا في القاهرة، وأيضا كان مديرا لمكتب جلالة الملك. أما العسعس فهو شخصية اقتصادية نجح إلى حد كبير في تسيير وزارة المالية، ولديه دراسات في هذا المجال، وهو باقي في هذه الحكومة التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي.
بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل. كنت معنا من عمان السيد سلطان الحطاب الكاتب والمحلل السياسي.